بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين النقطة الثانية فيما يرتبط بالصلاة النوافل. أولا، ما أسهلها؟ ثانيا، ما أعظم أثرها؟ بالنسبة إلى النقطة الأولى، سهولة النوافل. النوافل يؤتى بها في كل حال، في أي وقت، بأي مقدار. سلام عليكم. وبأية صورة. النوافل يؤتى بها في كل حال. الإنسان باتجاه القبلة يقف يصلي النوافل، يجوز. يمشي يصلي نوافل، يجوز. راكب في السيارة، هو يسوق السيارة، يصلي، يجوز. راكب في السيارة شخص آخر يسوق، يجوز. في الطائرة هو الإنسان جالس، يجوز. متمدد، يجوز. في كل حال يجوز أن يأتي الإنسان بالنوافل، سهلة. في أن النوافل سهلة، يجوز أن يأتي الإنسان بالنوافل بأي مقدار. بأي مقدار يعني شنو؟ يعني في ليلة القدر يستحب أن يأتي الإنسان بمئة ركعة من النوافل، هذا جزء النوافل. ليلة القدر الأولى 120 ركعة، ليلة القدر الثانية والثالثة كل ليلة 130 ركعة، هذا ضمن نافلة شهر رمضان اللي هي 1000 ركعة. خل الإنسان ما يتمكن يأتي بمائة ركعة، يتمكن أن يأتي بخمسين ركعة، جيد. لا، يتمكن أن يأتي بركعتين، جيد. أي مقدار؟ نافلة الظهر 8 ركعات، واحد ما يتمكن أو الآن ما عنده إقبال قلبي، يأتي بنافلة الظهر ركعتين من نافلة الظهر يصير. نافلة الليل 11 ركعة، يأتي من نافلة الليل بركعة واحدة، ركعة الوتر فقط يصير. يأتي منها 3 ركعات الشفع والوتر يصير. ركعتين من نافلة الليل والشفع والوتر 5 ركعات يصير. المقدار اللي تتمكن. في أي حال، بالمقدار الذي تشاء، بأي مقدار، في أي وقت. النوافل إذا الإنسان أتى بها في وقتها جيد، ما أتى بها في وقتها يجوز له أن يقضيها. وهناك روايات شريفة جدا قوية في القضاء، اللي يقضي النوافل ما قدر يصلي صلاة الليل، كان مشغول، كان نايم فرضا، ما صلى صلاة الليل في وقتها. في النهار في أي وقت، في الليلة الثانية في أي وقت يصلي النافلة إذا بعد الوقت. بل حتى من أراد أن يأتي بالنوافل قبل وقتها، شخص يدري أنه في وقت النافلة ما راح يقدر يأتي بالنافلة، يأتي قبل الوقت بنية رجاء المطلوبية، هم يصير. في بعضها أكو روايات مثل نافلة الليل أنه قبل الوقت الإنسان يأتي بها. في بعضها ماكو روايات خاصة، استفاد بعض الفقهاء أنه يسموه تعدد المطلوب، ما يتمكن أن يأتي بالنافلة في وقتها، ما يتمكن يقضيها قبلها، الآن عنده وقت، الآن يريد يصلي، خلي يصلي في أي وقت، في أي حال، بأي مقدار، في أي وقت، بأي كيفية. حتى الكيفية يقدر الإنسان يأتي بالنافلة حسب ما يتمكن،
يعني شنو؟ يعني نافلة فيها افرضوا كذا مرة سورة الزلزال، كذا مرة آية الكرسي، ما يتمكن أن يأتي بهذه النافلة بصورتها، مو ما يتمكن يعني ما عنده قدرة، لا حتى لو عنده قدرة الآن ما يريد لأي سبب. مثلا أفرضوا النافلة التي تصلى أول الشهر 30 مرة سورة القادر و 30 مرة سورة التوحيد، ما يقدر يأتي أو ما عنده خلق، خلي يأتي بها مرة واحدة، مرة سورة القادر مرة سورة التوحيد مثلا بالكيفية التي يريد. المهم الإنسان يأتي بالنافلة، فرضا أكو نافلة 10 ركعات 12 ركعة بكيفية معينة، الإنسان يصلي ركعتين مثل صلاة الصبح، جزءا من هذه النافلة يصير. النافلة سهلة جدا. ثم في النوافل العادية يجوز الإنسان أن يكتفي بالحمد فقط من دون سورة، في النوافل اليومية حتى في بقية النوافل يكبر بعد التكبير يقرأ سورة الحامد بس، سورة ثانية ما يقرأ. في الركوع والسجود يقدر مرة واحدة يقول سبحان الله، يركع سبحان الله يرفع رأسه، يسجد سبحان الله يرفع رأسه، يسجد سبحان الله يرفع رأسه، جدا سريع تصير، مختصر هم تصير. هذا أدى شيئا من النافلة. المستحبات خمو مستحبات، القنوت كذا، إذا الإنسان يقدر يطول جيد، ما يقدر يطول ما عنده إقبال قلبي مشغول لأي سبب يختصر. إذا الإنسان يريد يصلي النوافل بهذه الطريقة يمكن كل ركعة دقيقة دقيقتين، لا مو دقيقتين يمكن دقيقة، في كل ركعة يقرأ الحمد مرة، يركع مرة واحدة يقول سبحان الله، يرفع رأسه من الركوع، يسجد مرة واحدة يقول سبحان الله، يرفع رأسه من السجود، سجدة ثانية سبحان الله، يمكن دقيقة ما تطول أكثر. فالنافلة سهلة جدا. لا يفكر الإنسان شلون يصلي، شوف يمكن ما عندك خلق تكمل النافلة، ابدأ بالنافلة ولو ركعتين، ركعتين من النافلة هم جيد. فالنافلة سهلة جدا. ما أسهلها، ما أعظم أثر النافلة. أقرأ لكم رواية شريفة واحدة، هي روايات عديدة لكم. لا خلوني أقرأ أكثر من رواية شريفة. الحديث الأول هذا قبل النافلة حتى نعرف قيمة النافلة. حديث صحيح في الكافي الشريف عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم الصلاة والسلام، الرواية مروية عن إمامين، أنهما قالا صلوات الله عليهما. إنما هذا بالنسبة إلى الشخص اللي حديثنا أمس حتى نعرف قيمة النافلة، اللي فكرة مو يعني في الصلاة فكرة يشرق ويغرب، يشرد فكرة ما يكون بتوجه. قال عليهم الصلاة والسلام إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها. واحد يصلي 4 ركعات صلاة الظهر، المقدار اللي يقبل من صلاته المقدار اللي هو متوجه. إذا مو متوجه صلاته مو باطلة، يوم القيامة ما يقولوا له ليش ما صليت، بس ما يشوف في سجل أعمال شيء، ثواب الصلاة ما يعطونه. العبارة شوية في هذه الرواية، قلت رواية صحيحة، العبارة شوية شديدة. إنما العياذ بالله، إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها فإن أوهمها كلها. هذا بدأ بالصلاة فكرة مو مع ربه عز وجل إلى أن انتهى، أصلا ما يدري شنو قرأ. فإن أوهمها كلها أو غفل عن أدائها، أدائها مو يعني غفل عن الصلاة، لا صلى بس كل الصلاة كان غافل، لفت فضرب بها وجه صاحبها. يلفون الصلاة لا عياذ بالله تعالى. هسه الرواية الثانية، الرواية الثانية حتى نعرف قيمة النافلة، أيضا حديث صحيح، أحاديث صحيحة، هذا المعنى ورد في أحاديث صحيحة عديدة، يمكن في الكافي فقط 3-4 روايات صحيحة أكو هالمعنى فيها.
عن محمد بن مسلم هذه الرواية، رواية ثانية عن آخرين ثقات، عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها. أحيانا الإنسان يصلي ربع الصلاة ترفع، هو مصلي أربع ركعات ركعات بس ترفع، نصف الصلاة، ثلث الصلاة، خمس الصلاة، عشر الصلاة، أنا أقول عشر الصلاة، خمس ما كفروا. يعني ظاهر الرواية الشريفة أنه الرواية ذكرت أمثلة، معنى ذلك أنه شنو؟ يعني عشرها واحد من عشرين، واحد بالمئة، حسب النسب. فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه. إيش قد من هذه الصلاة كان مقبلا بقلبه، متوجه في الصلاة، هذا المقدار اللي يرفع، بقيته شنو؟ إيش. واحد عنده نقص، واحد نصف صلاته توجه ما كان عنده، ثلاثة أربعة صلاته ما كان عنده توجه، أربعة أخماس خمس بس راح صعده، أربعة أخماس ما عنده توجه. وإنما أمرنا أو أمرنا، اثنينات الصحيح، وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة. إذا واحد عنده نقص من الفريضة يكملون هذا النقص من النوافل، هذه قيمة النوافل. الإنسان نصف صلاة توجه ما كان عنده، راحت نصف صلاة بس، صلاة كاملة ما راحت، يكملوها هذه الصلاة، الصلاة الواجبة، يكملوها من وين؟ من النوافل اللي جاي يصليها. فالنوافل إحدى آثارها المهمة تكمل الفرائض بالنقص اللي حاصل في التوجه، مو نقص في الأجزاء والشرائط، لا، أجزاء والشرائط عدلة. نعم. النوافل اليومية ايش قد هي؟ النوافل اليومية 34، أحسنت. النوافل اليومية الفرائض 17، النوافل ضعف الفرائض، هذا حتى الإنسان لا ينسى. النوافل 34، 17 الفرائض، النوافل 34. خلي أقرأ لكم رواية شريفة أخرى. كان النبي، أيضا حديث صحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، مثلي يعني ضعف الفريضة 17، التطوع ضعف، ضعفان يعني هي 17 ضعفان يصير 34، يعني بمقدار الفريضة وبمقدارها مرة. ويصوم من التطوع مثلي الفريضة، في الصيام من النبي صلى الله عليه وآله كان بمقدار ضعفه، يعني خلينا نقول ضعف، مثلين يعني ضعف، بمقدار ضعف الفريضة كان يصوم 30 يوم يصوم، هذا الواجب. الفريضة المستحب ايش قد كان يصوم؟ 60 يوم كان يصوم. شلون كان يصوم؟ يصوم رجب وشعبان، او يصوم بطريقة ثانية، اكو في الروايات الشريفة ترتيب معين. على اي حال، هي هم قضية سهلة. النقطة الثالثة فيما يرتبط بالصلاة، ضرورة الاتيان بالصلاة بصورة يومية، هذا من روائع الإسلام. الأديان الثانية عندها عبادات، ولكن عباداتها شلون؟ بالأسبوع مرة، بالشهر مرة، الأسبوعين مرة، أي وقت صار. شايفين الأديان الأخرى، النصرانية مثلا بالأسبوع مرة، بعض الأديان أي وقت صار ولكن لازم تتعبد، بعضها بالشهر مرة، طرق مختلفة. الإسلام من روائعه العبادة، الارتباط بين الإنسان، أفضل ارتباط اللي هي الصلاة، أفضل ارتباط بين الإنسان وربه عز وجل يوميا، وباليوم مرة واحدة، على الأقل ثلاث مرات، هذا المقدار الواجب. هذا من روائع الإسلام. ليش؟ كلمة فقط أقول، الإنسان مرتبط بالأرض، إنسان أرضي، تحدثنا عن الإنسان الأرضي والإنسان السماوي، لاحظوا إنسان مرتبط بالأرض، يحتاج طعام، يحتاج نوم، يحتاج راحة، يحتاج يتكلم، كل الأمور اللي تحوط الإنسان أمور أرضية تخلي الإنسان ينشغل بالماديات. طبيعة الإنسان هكذا، تقدر ما تأكل؟
تقدر ما تشرب ماء، تقدر ما تتكلم ويا أحد، تقدر ما تنام، هذه كلها شنو؟ كلها تخليك أنت تنشغل بأمور مادية بصورة يومية. لا، في كل ساعة أنت يقظ، في كل ساعات يقظتك الأشياء كلها جاي تجرك إلى شنو؟ إلى ماديات، إلى الأرض. الإنسان اللي كل شيء جاي يجره إلى الأرض في كل ساعة، يخلي بالأسبوع مرة يتكلم ويا ربه عز وجل، ينفع؟ هذا كله يصير أرضي خلص ينتهي. الإسلام مخلي الصلاة الواجبة غير النوافل غير الذكر المستحب. الإنسان الإسلام هي يحاول ما يقول لك أنت لا ترتبط بالأرض، ما تقدر، ما تقدر ما تنام، ما تقدر ما تأكل، ما تقدر ما تتكلم في الأمور الدنيوية. الدنيا هذه شغلتك طبيعي. يقول لك مثل ما أنت مشغول بالأمور الدنيوية، هم استقطع باستمرار على الأقل المقدار الواجب باليوم 3 مرات تصلي. هذه من روائع الإسلام، وهذا الشيء لعله أنا ما درس كل الأديان، بس بالمقدار اللي شايف الأديان ما عندهم هذا الشيء. كل يوم، كل يوم 3 مرات على الأقل أنت ترتبط بالله سبحانه وتعالى، تتكلم ويا الله عز وجل، هذا كثير رائع. هذا يخليك شوي على الأقل، مثل ما في الخطبة ذكر السيد الأخ، على الأقل 1%، 99% أرض، على الأقل 1% سماء. هل أقلاكم رواية شريفة أخرى، رواية جميلة في نهج البلاغة عن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كلام له يوصي به أصحابه، قال: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها. لا تكتفي بالواجبات، استكثر. وتقربوا بها، فإنها كانت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ألا تسمعون إلى جواب أهل النار؟ أهل النار عندما سئلوا، حين سئلوا ما سلككم في سقر، عندما سئلوهم أنتم شنو اللي وداكم بسقر، وداكم بجهنم ليش، قالوا: لم نكن من المصلين. أول مشكلة، إحنا ما كنا من المصلين، هذا أول الجواب. ولم نكن نطعم المسكين، بعد ذاك الأشياء الثانية. أول الجواب قالوا: لم نكن من المصلين، هذه المشكلة الأولى. وإنها لتحط الذنوب حتى الورق، تسقط الذنوب مثل ما الريح يسقط ورق الشجر، وتطلقها إطلاق الربق، هذا الحبل اللي يدلوه في البئر. وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحمى، ذكرنا هذا المقطع، تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة 5 مرات، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن. واحد 5 مرات يدخل في هذا الماء النابع الصافي الحار اللي يزيل حتى الأمراض، هذا بعد يبقى على جسمه أوساخ؟ لا. وقد عرف حقها رجال، بعض الناس عرفوا حق الصلاة، رجال من المؤمنين الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ولا قرة عين من ولد ولا مال. بعض الناس يعرفون قيمة الصلاة، بعض الناس ما يعرفون، بعض الناس لا، أكو رجال. يقول الله سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه الصفة إجمالا باختصار شديد، الصفة الثانية من صفات المتقين. الصفة الأولى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الصفة الثانية ويقيمون الصلاة، الصفة الثالثة ومما رزقناهم ينفقون، الإنفاق. مما رزقناهم، رزقناهم شنو؟ أول ما يخطر بالبال المال، لا، المال واحد فرد مصداق. الله عز وجل ما قال ومن أموالهم، قال ومما رزقناهم. الله شنو معطيك؟ معطيك مال، صح، معطيك وجاهة. ومما رزقناهم ينفقون، هذا رزق من الله أم لا؟ الله رزقك هالوجاهة. معطيك علم، ومما رزقناهم ينفقون، لازم ينفق من علمه. معطيك منصب سياسي، ومما رزقناهم ينفقون، هذا رزق من الله عز وجل. أقول
نعم التي الله سبحانه وتعالى أعطاك، معطيك صحة، ومما رزقناهم ينفقون، أعطي من صحتك. وأهم شيء الله عز وجل شنو معطيك أعظم نعمة؟ الولاية، الإيمان، هذا أعظم نعمة. ومما رزقناهم ينفقون، أنفق من هذه النعمة. الإنفاق شنو معناه؟ يعني إنسان يعطي. أنت عندك واحد محروم المال، أنت مثل بالمال حتى تعرف بقية القضايا شلون. الإنفاق من المال يعني شنو؟ يعني الله معطيك أموال كثيرة، جزء من أموالك تعطي لشخص محروم ما عنده أموال أو أمواله قليلة. علمك نفس الشيء، أنت عندك علم تنفق من علمك، يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى معطيك علم، واحد عنده علم قليل أو ما عنده مسكين أعطيه. عندك وجاهة، واحد ما عنده وجاهة مشي له شغله، هو ما عنده وجاهة أعطيه مشي شغله. أنت عندك وجاهة، عندك منصب سياسي، عندك كلمة مسموعة، عندك أهم شيء إيمان ولاية. عندك كثير من الناس ما عندهم هذه النعمة، أعطيهم. مثل ما لازم تعطي من أموالك للأفراد اللي ما عندهم أموال أو أموالهم قليلة، أعطي من ولايتك للشخص اللي ما عنده ولاية أو قليلة، ضعيف، عقيدته ضعيفة، أعطيه. هذا كله ومما رزقناهم ينفقون. والكلمة كثير جميلة، الله عز وجل ما قال أعطي كل شيء. هو لو كان قايل كان من حقه، لو قال أنت أعطي روحك على عيني، هو روحي مو إلي. لو قال أعطي كل أموالك وأنت أبقى الموت من الجوع، ما يخالف، الملك له مو إلي أخو. لو قال لك أعطي كل شيء اللي عندك هم كان من حق، ولكن الله عز وجل قال ومما، يعني من ما، من شنو؟ تبعيضية، يعني بعضها، بعض اللي أعطيناك أعطيه. ما تعطي كل أموالك، لا تعطي، ما يخالف، احتفظ ببعض أموالك، بعض مالك أعطي، بعض وجاهتك، مو تعطي كل وجاهتك للمحرومين، لا، جزء من وجاهتك خليها لنفسك، جزء من الوجاهة أعطيها، جزء من ولايتك أعطيها. أعطيها مو يعني تعطيه للآخرين، أنت ولايتك ما تنقص، وجاهتك ما تنقص، حتى لو تنقص وجاهتك أعطيه، أعطيه للآخرين المحرومين. بعض الأشياء ما تنقص، أنت إذا أعطيت من علمك للآخرين علمك ما ينقص، إذا أعطيت من ولايتك للآخرين ولايتك لأهل البيت ما تنقص. لو كانت تنقص، لو كانت تزيل، كان من حق الله يقول لك أعطي كله، هو كل ملك له. فكيف وأن الله عز وجل قال ومما، من ما رزقناهم، شوية من اللي أعطينا خلي أعطي للآخرين من كل نعمة. هذا وزان هذه الآية المباركة، وزان لكل شيء زكاة، نفس المعنى تقريبا، لكل شيء زكاة يعني شنو؟ يعني ومما رزقناهم ينفقون، زكاة يعني مقدار منه تعطي. هل أقرأ لكم رواية شريفة حتى نشوف هذه ومما رزقناهم ينفقون في معاني الأخبار عن أبي بصير عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. ذلك الكتاب، في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال بيان لشيعتنا، ذكرنا هدى للمتقين يعني شيعة أهل البيت، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قال عليه الصلاة والسلام مما علمناهم ينبئون أو يبثون في بعض النسخ. ومما رزقناهم ينفقون، الإمام شنو فسرها؟ فسرها بمصداق حتى الناس لا يقولون بس الفلوس، لا، الفلوس شيء جزء، بس القضية مو خاصة بالأموال فقط. ومما رزقناهم ينفقون، قال عليه الصلاة والسلام مما علمناهم، هذا احنا رزقناهم بعد، اذا احنا علمناهم شيء يبثون، مو يحتفظون بهذه العلوم لانفسهم، لا ينشرونها، خلي الاخرين هم يستفيدون، انت استفدت من كلمات اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، خلي الاخرين هم يستفيدون. ومما علمناهم من القرآن يتلون. اذن الإنفاق إخواني، ليش بعض الناس مو ما ينفقون، بعض الناس ينفقون، المشكلة وين؟ هذا شنو عند اللي ينفق، ذاك شنو عند اللي ما ينفق؟ كلمة واحدة، اللي يقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة، مثل ما القرآن الكريم ينقل، بعض الناس يقول هذا إلي، هذا لي، ما ينفق.
اللي يقول هذا مو إلي، هذا غيري معطيني، الله عز وجل معطيني بكل سهولة ينفق. إذا قلت فلوسي ما تعطي، إذا قلت علم حصلت بتعب ما راح تعطي، حصلت أنا هذا علمي، مو الله معطيني، هذا أنا ما راح تعطي. بتعبي أنا وصلت إلى هذا المنصب ما راح تعطي. الفارق هذا لي، مثل ما القرآن يقول عن لسان بعض الناس، هذا لي وما أظن الساعة قائمة، هذا إلي ما يعطي. إذا قال هذا لغيري بكل سهولة يعطي. الفرق هذا لي أو هذا لغيري، والصح شنو؟ يعني اللي يقول هذا لي صدق، ما أدري شنو أقول عنه. أنت الله يتركك، مو فلوس ما تقدر تحصل، هذا ريقك، هذا ما تقدر تبلعه. في المثال سيء عندهم بعض الناس ما أريد أذكره هنا، الله خلي يعيفك. شوف شو نستوي، أنت هذا لي بتعبي، وأنت خلي يكون تعبك من الله، معطيك قدرة من الله، من اللي معطيك قدرة غير الله؟ لو تعبك هو تعبك بقدراتك، قدراتك من وين؟ عقلك من وين؟ فكرك من وين؟ فهمك من وين؟ هذا لي؟ أبدا مو لي، هذا لغيري، ومتفضل علي يقول أكثر إليك شوية من أعطي. صعب، ليش صعب؟ إذا إنسان يسوي ويانا هذا الشيء ونكفره، أنا أعطيته، أنا سويت لك كذا، هو الآن جاي ينكر فضلي عليه. فضلك، فضلك ايش قد عليه؟ وشنو مسوي له انت؟ وفضل الله عليك شنو؟ هذا يقارن بذاك؟ انا جاي انكر فضل الله، اذا واحد انكر فضلي شويه تعبت له، اوه انكر فضلي هذا اللي يطلع من حال جاي يقول له. احد، بالمناسبه خلينا نقول لكم هاي القضيه، احد تجار هذا البلد مرة قال لي، هو كان يقول والعهدة عليه، كان يقول لي أكثر التجار ما يخمسون، هو يقول لك إن شاء الله كلامه مو صح إن شاء الله، والسبب في ذلك هو يقول، والسبب في ذلك أنه الناس العاديين يريدون يخمسون، يطلع خمسة بالعشرات بالمئات بالآلاف، عشرات الآلاف مو أكثر. التاجر اللي يريد يخمس خمسة يطلع ملايين، هو يقول هذا كلام هذا التاجر، خمسة يطلع 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين 20 مليون، أو 20 مليون يريد يدفع مرة واحدة، صعب عليه. هذا لي، لأنه هذا جاي يشوف هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، هي نفس العبارة اللي في القرآن، هذا لي وما أظن الساعة قائمة، خلاص الموت هم ماكو، لا راح أموت، لا أكو قيامة، لا شيء، وهذا هم كله إلي. هذا تعليقتي طبعا. فكان يقول مشكلتهم هذه، أنه المبلغ يصير كبير، هذا اللي يريد يدفع 5000 10000 20000 30000 مو هو يصعب عليه، ذاك اللي يريد يدفع مرة واحدة 5 ملايين 10 ملايين لا مبلغ كبير. ولكن هو يقول كلامه، يقول ولكن أنا أخمس أدفع خمسي كل سنة، مع أنه خمسي يطلع مبلغ كبير، والسبب في ذلك حسب كلامه أنه أنا سنة أشتغل على مخي، كل ما دخل شيء في حسابي، كل ما ربحت ربح في فكري أشيل خمسة، يعني ربحت لي مليون في تجارة، ما أقول ربحت لي الآن، طبعا اللي دخل في حسابي اللي أضيف إلى أموالي مليون، ولكن ما أخلي في ذهني مليون، أخلي في ذهني 800 ألف، الخمس أستثني في ذهني، ربحت لي نص مليون ما أقول نص مليون، أقول 400 ألف. كل أيام السنة في كل تجاراتي، أول ما أفهم أنه أنا ربحت في تجارة معينة من الشركة الفلانية، ربحي هالقصار، هو في الحسابات موجود حساب معين، في ذهني لا، الخمس أنا شايله. في يوم رأس السنة هذه التراكمات، هذه التربية سنة كاملة مشتغل أنا على مخي، بعد سنة أشوف الموجود هواية، فأعرف أنه بالنتيجة هذا مو إلي،
أنا من البداية شلت من حسابي في ذهني. يوم رأس السنة أشوف لا ما جاء أدفع شيء، هذا مال غيري يقول لي 80% لك 20% أعطي، فيكون سهل علي. وقال لي، قال لي أنا هذه السنة، يعني هو قبل كم سنة طبعا نقل لي، قال لي في هذه السنة طلع خمسي ماضي مبلغ كبير بالنسبة إليه، يعني هذا كله بالنسبة لله سبحانه وتعالى ولا شيء، الواحد والمليون كله بالنسبة لله سبحانه وتعالى شيء واحد. على أي حال قال لي طلع ماضي مبلغ الفلاني ودفعته كله من دون صعوبة، يعني بكل سهولة دفعت. هي القضية قضية محلولة. خب بعض الناس ما يفهموها، بكيف الأمر لهم. خلاص هذه الصفة الثانية الثالثة، أحسنتم. الصفة الثالثة، الصفة الأولى الإيمان بالغيب، الصفة الثانية إقامة الصلاة، الصفة الثالثة الثانية إقامة الصلاة، الثالثة ومما رزقناهم ينفقون الإنفاق مما رزقهم الله سبحانه وتعالى. هذه الليلة ليلة ميلاد سيدنا ومولانا الإمام الحسن الزكي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، السبط الأول وخليفة رسول الله الثاني والإمام الثالث. ليش الإمام الثالث؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله هو الإمام الأول، الإمام أمير المؤمنين هو الإمام الثاني، الإمام الحسن هو الإمام الثالث. إحنا عندما نعد الأئمة يكون الإمام أمير المؤمنين هو الإمام الأول، الإمام الأول بعد رسول الله، ولا النبي صلى الله عليه وآله هو إمام، والإمام الثالث مع حساب النبي صلى الله عليه وآله، والمعصوم الرابع، المعصوم الرابع بعد سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. كلمة عنه وكلمة عنه، كلمة فيما يرتبط بالإمام وكلمة أنقلها عن الإمام. أما فيما يرتبط بالإمام كلمة واحدة سامعيها، رواية شريفة مشهورة بس تعليقة صغيرة عندي. النبي صلى الله عليه وآله في حديث أجمع المسلمون على صحة هذا الحديث، النبي حتما هيك كلمة قايلها، قال صلوات الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. تعليقة واحدة صغيرة، النبي شنو قال؟ قال راح يكونون إمامين؟ لا، النبي عندما قال هذه الكلمة الإمام الحسن والإمام الحسين عليهم الصلاة والسلام عمرهم يمكن سنتين ثلاث سنوات الحدود تقريبا. النبي صلى الله عليه وآله ما قال، كلام النبي دقيق والنبي يعرف شنو يقول، ما قال صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيكونان إمامين، قال الحسن والحسين إمامان. يعني شنو؟ يعني الإمام الحسن عمره سنتين إمام، الإمام الحسين عنده عمره سنتين إمام، مو راح يكونون إمامين، إمامان. ظاهر العبارة أنه الآن إمام. عندما النبي صلى الله عليه وآله يقول علي إمام البررة، هو النبي جاي يقول في زمن النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين هو إمام، مو بعدين راح يكون إمام، هو في زمن النبي إمام. نعم، الفارق شنو هو؟ الفارق أن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الزمن إمام ناطق، أمير المؤمنين إمام صامت، الإمام الحسن إمام صامت، الإمام الحسين إمام صامت. بعد استشهاد النبي أمير المؤمنين هو الإمام الناطق، الإمام الحسن هو الإمام الصامت، الإمام الحسين هو الإمام الصامت. بعد استشهاد أمير المؤمنين الإمام الحسن هو الإمام الناطق، الإمام الحسين هو الإمام الصامت. بعد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام الإمام الحسين هو الإمام الناطق. في كل زمن ماكو أكثر من إمام ناطق، أما يصير أكثر من إمام؟ نعم يصير أكثر من إمام في زمن واحد. هل أقرأ لكم رواية شريفة عن الإمام؟ هذا الرواية وردت بأسانيد صحيحة وبألفاظ مختلفة عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. قلت له: تكون الأرض بغير إمام؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا ما يصير. قلت: أفيكون إمامان في وقت واحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: قلت أفيكون إمامان في وقت واحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا إلا وأحدهما صامت. ما يصير اثنيناتهم ناطقين. إيه يصير واحد منهم صامت، يصير
واحد لازم ناطق، أكثر من واحد ماكو ناطق. بس ممكن أكثر من واحد الآخر يكون صامت، إيه ممكن. قلت فالإمام يعرف الإمام الذي بعده؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. بقيت السؤال في موضوع آخر، وعنده أسئلة من الإمام عليه الصلاة والسلام. فالإمام الحسن والإمام الحسين منذ ذاك الزمن النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا إمام. روايات عديدة الإمام عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى الإمام الحسن، في بعض الروايات إشارة إلى الإمام الحسين، روايتان موجودتان سامعينها. يقول عليه الصلاة والسلام هذا إمام ابن إمام أخو إمام، إشارة إلى الإمام الحسن أو إشارة إلى الإمام الحسين في بعض الروايات. هذا إمام، ما يقول هذا سيكون إمام، يعرف النبي يقول هذا سيكون إمام، ما قال سيكون إمام، قال هذا إمام الآن إمام. وأما حديث شريف عن الإمام الحسن المجتبى كلمة واحدة، حديث جدا جميل، يقول صلوات الله وسلامه عليه لا تعاجل الذنب بالعقوبة، واجعل بينهما للاعتذار طريقا. إذا واحد أخطأ بسرعة لا تعاقبه، أخطأ في حقك أي شخص كان قريبا أم غريبا، من أقربائك، زوجتك، ابنك، أخوك، واحد أخطأ بحقك بسرعة لا تعاقب، انتظر أمله، يمكن يندم يمكن يعتذر، خلي مجال للاعتذار. لا تعاجل الذنب بالعقوبة واجعل بينهما للاعتذار طريقا، خلي مجال، إذا يريد يرجع، إذا أنت بسرعة عاقبته بعد ما خليت لمجال للرجوع، ما خليت لمجال للاعتذار، خلي لمجال للاعتذار، يمكن يندم ساعة ما ندم، خلي لهم ساعة ثانية أو ساعة ثالثة، أمهله ما دام في مجال قد يعتذر، أمهله خلي يعتذر، ليش يروح غلط وتبقي هناك غلط، لعله يرجع. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا الإمام العظيم وهو كريم أهل البيت الكرماء صلوات الله وسلامه عليهم، وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ولد أخيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، ارزقنا خدمتهم في الدنيا، ارزقنا رعايتهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين.